شي بين الضلوع بيقولوا له قلب بعده بيتعذب موجوع بده يلاقي الحب. في شي بين الضلوع بيقولوا له قلب بعده بيتعذب موجوع بده يلاقي الحب. تركني موتني بحبك، شاركني بدقة قلبك، شاركني بدقة قلبك. تركني اخلق معك، افرح ازعل معك، خليني بلش معك اول دقة قلب. تركني اخلق معك، افرح ازعل معك، خليني بلش معك اول دقة قلب. أنواح نجاد الأطريب، أهلا وسهلا فيك عبر كاميرا ميوزك نيشن. أهلا وسهلا فيكم. حضرتك لحنت أغنية النجمة دينا حايك اتركني حبك، خبرنا أكثر عن التعاون بيناتكم. كان من أسهل التعامل بحياتي أنا بركي صارت. النجمة دينا حايك فنانة بحق حقيقي فعلا. فعلا دينا حايك من أسهل النجمات اللي ممكن تعطيها لحن وتوصله بكل سهولة، مش تتمتع تتمتع بأداء أكتر من الصوت الحلو، لأنه الصوت الحلو كلنا عنا أصوات حلوة، أنت عندك صوت حلو، أداء غريب عجيب يعني بجنن. في كتار ما بيعرفوا أنه حضرتك ملحن ومؤدي أغنية مسازة جزور، لقيت أصداء حلوة، قديش هيدا الشيء بيعطيك دفعة لقدام لحتى تقدم الأفضل؟ هيدا الشيء اكيد هلا بخليني اعطي الافضل، لانه مستحيل تعطي شو من كان. انا وصلنا هلا لعصر، نحن عصر السرعه والعصر الاغنيه الكوميرشال اكثر مش الاغنيه الرومانسيه ولكن هيدا الشيء مثل ما قلت قبل انا انه هيدي هديه من الله. ما كان لازم غنيها الغنيه، كانت لازم لفنان معين، بس حبوها المسلسل، اسره مسلسل جزور، حبتها بصوتي. بشكر الله نالت نجاح كبير. أنا ممكن شوفك عم تغني تيتر مسلسلات أخرى بالمستقبل؟ في حكي على مسلسلات، بس هلأ في أغنية سينجل لألي عم نحضرها، إن شاء الله بركي شهر الجاي ننزل. كلمات مين؟ توزيع مين؟ ألحانك؟ أكيد من ألحاني، من كلمات نقولها حايك، كمان الشاعر اللي كاتب تركني حبك، وإن شاء الله إن شاء الله كمان تشوف هذا الأصداء الحلوة اللي شفناها بمسلسل جزور. على صعيد الألحان شو عم تحضر؟ عم حضر أشياء بس ما فيني أعلن عنها لكتير فنانين كتير مميزين ومهمين، بس خلينا هيك نترك على جنب بس ليكون على وقتها بنحكي فيها. ممكن شوفك عم تتعاون مع الممثلة والفنانة الشاملة أنين لحود اللي بتكون تقربك من تعمك؟ ايه في عنا عمل أنا وياها، هو في عنا عمل مسرحي أنا وياها مع الأستاذ رومي لحود قريبا بالكازينو لبنان. هو اكيد قالين رح اتعامل انا وياها على طول، لانه مش بس قرايبتي كمان بحبها كثير. شكرا لك. مرسي لك.